رحيل السحاب، خماسية من تأليف سوريال عبد الملك، إخراج مصطفى أبو حطب. يا خبر على طلوع السلم ده، إمتى بقى ربنا يتوب على الواحد؟ مساء الخير يا ماما. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. عادي ارتاحي يا ضناي. اتأخرتي كده ليه يا إجلال؟ موت يا ماما موت، السفر ده موت. ما تنطقيش الكلمة الوحشة دي تاني يا حبيبتي على لسانك، هو احنا ناقصين؟ لا لا، أنا أسفة، أنا أسفة جدا يا ماما، ده أنا قصدي متعة متعة. أيوة السفر ده متعة، يا سلام إلا متعة، ده سكر سكر. أيوة يا ماما، أنت عارفة القطر ده ولا زحمة أبدا ولا حاجة، ولا بروح واجي فيه كل يوم واقفة من الزحام أبدا ولا حاجة، ولا البياعين بتوع القطر بيجيبولي صداع ولا أي حاجة من دي خالص، ده أنا مش متضايقة أبدا، مبسوطة. يا حبيبتي اللي طلبت التعيين في مصر يا إجلال. طب وفريدي بقى يا ست ماما إن أنا تعينت في بنها، مش كنت برضو حسافر كل يوم علشان الكلية؟ سفر وشغل وكلية، ربنا يا بنتي ساعدك. معلش يا ماما، هو لولا السنتين اللي أنا خدتهم في المعهد المتوسط بعد الثانوية وبعدين رجعت عيدها تاني علشان أخش الجامعة، كان زماني دلوقتي بقيت. ربنا ينتقم منهم اللي سدوا قدامنا السكك وحواجونا لمهيتك. حق يا ماما، لو كان ربنا بيسمع دعاك على الراجل ده كل يوم. أني وراه والزمن طويل، شوفي لما يكون متداري في جيب هطلعه من الجيب واخد منه الفلوس اللي سرقها من المرحومة أبوكي. الله، إجلال إجلال. نعم نعم يا ماما. أنت بتنامي يا حبيبتي؟ لا 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 أبدا يا ماما، مش نايمة ولا حاجة. الله، أمال فين حسام أخويا؟ هو ما قابلكيش على المحطة؟ لا لا ما قابلنيش. الله، لكن هو راح المحطة تاني ليه؟ أهو أخوك يا حبيبتي وبيخاف عليكي، هو يروح أمه طول ما أنت غايبة عن البيت، بيجيله نفسي ياكل ولا يذاكر. أيوة يا ماما، بس ليه يسيب مذاكرته ويروح علشان يستناني؟ الله، طب وفريد إن أنا، افرضي يا ستي إن أنا اتجوزت في مصر وسبتكم. يا ريت يا إجلال. إلا قوليلي، نعم، إيه أخبار شريف؟ كويس. أنا الحق عليا اللي بحكي لكم على كل حاجة. ليه بس يا بنتي؟ أنت مش بتقولي إنه بيعزك وقلبه عليكي و... وإيه يا ماما؟ يعني لو واحد زي شريف ده كويس يا إجلال و... يعني وهم اللي طلبوني قبل كده وحشين؟ برضو يا إجلال، عرسان بنها على قد حالهم زي حالاتنا. لا لا يا ماما، ولا بنها ولا مصر، شريف شريف ده يا ماما حاجة تانية خالص. هتقول لي حاجة تانية خالص؟ ايه غني؟ ايه يعني؟ مهما كان غني لما يلاقي واحدة حلوة زيك كده ويعزها ياخدها بالفستان اللي عليها. يا سلام، واني حاسة من كلامك انه عاجبك وانت كمان عاجباه. انا يا ماما، انا عاجبني ذوقه يا ماما، انا عاجبني اخلاقه يا ماما، لكن انا فين وهو فين؟ ده يا ماما باش مهندس قد الدنيا وعيلة وفلوس وكمان راكب عربية يا ماما. إن شاء الله يكون راكب طيارة، مش هيلاقي أحسن منك. بقولك إيه يا ماما؟ إيه يا دنال؟ مفيش حد من الجيران هيعمل جمعية أول الشهر؟ ليه بقى؟ هو إحنا خلصنا أقساط الجمعية اللي علينا؟ مش مهم يا ست ماما، أنا عايزة أدخل جمعية جديدة بأربعة جنيه في الشهر، بس على شرط لازم اقبضها الاول. ولزومه ايه الجمعيه الجديده بقى؟ عايزه اشتري بدله لحسام، وانا كمان يا ست ماما عايزه بالطو علشان البرد والسفر. عربيه، واشتريت لك عربيه، بيانو بالشيء الفلاني وجبت لك البيانو، فلوس نقديه وامك بتدي لك من ورايا. لا يا حسنين، القرش اللي بياخده شريف بقول لك عليه. مفيش اي حاجه شغلاكوا غير الفلوس. انت قولي بالظبط عاوز ايه؟ عاوز تتجوز اجوزك برضو مفيش فايدة. يا ريت يا شريف بقى تلاقي عروسة تعجبك وتفرحني، وانا مستعد ادفع له المهر من بكرة. مش ده يا بابا اللي شغلني، مش ده خالص. امال ايه بقى اللي شغلك يا باشمهندس؟ شغلك يا بابا، طريقة شغلك لازم تتغير، كده خطر علينا كلنا. قلتلي لك حق، ما انت بقى لك اسبوع ما ادتنيش دروس. ده رأي يا شريف يا ابني،
هو ابوك جديد في التجارة ولا ايه؟ الحق مش عليه يا ستي، الحق على بنتك. ميت مرة اقول لها ميرفت ما تجيبيش اسرارنا ودفاترنا معاكي في البيت، مفيش فايدة. هو شريف غريب يا حسنين، اما مالكش حق، ما هو ابننا برضه. هرجوك يا بابا بلاش تورد اغذية من اللي عندك للمدارس تاني. بطلنا نورد للمدارس يا شريف، ايه كمان؟ ونكسب المكسب اللي يرضي ربنا كفاية. عاوز احس ان الفلوس اللي بتدخل بيتنا حلال، كده حرام. يعني انا مكسبي حرام يا شريف. يلا يا حسنين يلا انزل بقى، ميرفت لوحدها من الصبح في المكتب. وبلاش تجارة العملة دي كمان. عملة؟ عملة ايه؟ مش عرفك بقى اني بتاجر في العملة؟ مال ايه الدولارات اللي طالعين داخلين بيها دي يا بابا انت وميرفت كل يوم؟ يا فين يا ابني الدولارات دي؟ بابا انا شايف وعارف كل حاجة، تجارة العملة دي خطر على مستقبل البلد. اسمع بقى اما اقولك، انا شغلي كده وانت مش شريكي في الشغل، انت كفايه عليك الفسح والبيانو. البيانو مش حرام يا بابا. السلام، امال ايه بقى اللي حرام؟ تزوير الفواتير والحسابات عشان ما ندفعش الضرائب هو اللي حرام. انت عايزني بقى ادي مكسبي للضرائب؟ امال كنت حصرف عليك في الهندسه منين؟ اشتريت لك العماره اللي انت قاعد فيها دي منين؟ يا بابا الحكومه علمتني من ابتدائي لحد الجامعه ببلاش. لا يا شيخ والله كتر خيرها الحكومه. طبعا كتر خيرها، لكن اللي بيكسبوا لازم يدفعوا لها الضرائب عشان تعلم الناس وتسكنهم وتعالجهم. افرض انا ما لقيتش مستشفى تعالجني لما اعيا مش هموت؟ ليه بس تقول كده يا شريف؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، مش كفايه اخوك الكبير اللي راح مني يا شريف؟ سيبيه سيبيه يقول اللي عنده كله. قول قول يا باش مهندس، قول يا ابني، ما هو انت اللي مخلفني ولازم تربيني. قول. مفيش فايده، حتى لو بقى عندنا 10 عمارات مش هعرف احترم نفسي، مش عارف احترم نفسي يا ناس، حرام. ممكن اسألك سؤال يا ماما؟ يا ميرفت يا بنتي امك شبعانة اسئلة كل يوم. سؤال واحد بس، بابا قبل ما يتجوزك كان بيحبك قوي؟ ايه وايه لازمة الكلام ده بقى؟ اكيد كان بيموت فيكي، امال كاتب كل حاجة عندنا باسمك ليه؟ ويجرى ايه لما يكتب كل حاجة باسم؟ والارض اللي اشتريناها في المعادي هناخدك معانا الصبح علشان نسجلها باسمك. شوفي بقى انتي بقيتي غنية قد ايه. يلا يا بنتي، بكرة انا وابوكي نروح لحالنا وتورثوا كل حاجة. بعد الشر عليك يا ماما، هو انا قصدي كده برضو. اصل عارفة يا ماما، لو ما كانش المكتب والمحل باسمك كنا هنمشي شغلنا بسرعة. لكن ابوكي هو اللي عاوز كده يا ميرفت، انا مالي يا بنتي؟ بس انا مش فاهمة هو عاوز كده ليه. خليكي في حالك انت، نسيتيني العريس يا شيخ، وراح لكم النهاردة المكتب. امال وبابا عزم عليه بالشاي. شاي؟ شاي ايه بس يا ميرفت؟ طب وبعدين؟ وبعدين بابا رفضه زي الخمسة اللي قبله. ليه بس كده يا حسنين؟ الجدع كويس ومعاه شهادة كبيرة، لكن ما عندوش املاك، وبابا عاوز لي عريس لازم يكون غني وبس. الرسم اللي حضرتك طلبته يا باشمهندس. اهلا يا جلال، تفضلي. الله، انتي مش رسامة معمارية وبس، انتي فنانة. متشكرة قوي يا شريف بيه، حقيقي لوحة ممتازة. ده التصميم اللي حضرتك عامله هو اللي ممتاز. لا انا ما شفتش حد غيرك من الرسامين اللي عندنا بيرسم بالرقة والجمال ده قبل. والله يا شريف بيه انا قربت اتغر في نفسي خالص. لازم شريف بيه دي يا اجلال؟ لازم طبعا، امال هقول لحضرتك ايه؟ اصل البهوية دي اتلغت من زمان يا اجلال. ايوه معلش بقى، لكن حضرتك برضو بيه؟ اجلال. نعم. ممكن اعرف باباكي بيشتغل ايه؟ بابا هو بابا كان تاجر وصاحب املاك، لكن دلوقتي خلاص. ايه ماله تعبان؟ والله ما انا عارفه ان كان اللي بيموت صحيح بيستريح ولا بيفضل تعبان. أنا آسف يا إجلال، الباقي في حياتك. إمتى ده حصل؟ من زمان، من زمان قوي يا باشمهندس، من أول ما كنت أنا لسه بتعلم الكلام. أكيد أنا وبابا
كنا حنتكلم مع بعض كتير كتير قوي يا باشمهندس، لكن اعمل ايه، هو مرضيش يستناني لحد ما اتعلم الكلام. ايه ده يا شريف يا ابني، ساعة بتزرر في اسورة القميص؟ تعال هنا هات وريني. ها مالك يا ابني، سرحان في ايه بس يا حبيبي؟ في الدنيا. الدنيا دي رواية غريبة جدا فعلا، دنيا في منتهى الغرابة. ليه بس يا ابني كلام العواجيز ده؟ ايه بس اللي مزعلك؟ ولي ايه اللي مش مزعلني؟ ماما ليه طردتوا العريس اللي جاي الميرفت؟ هو ده اللي مزعلك يا شريف؟ بكرة يجي احسن منه. عشان ما عندوش املاك برضو مش كده؟ هعمل ايه بس يا شريف، هو انا ليا كلمة على ابوك يا ابني؟ امال امتى هيبقى لك كلمة على ابويا؟ انت مش شغالة عنده، انت شركته في كل حاجة. معلش يا حبيبي بكرة تفرج يا شريف، ما هو انت اللي مش عايز تجيب لاختك عريس حلو من زملاتك. زملاتي؟ ما هم برضو موظفين ما حليتهمش غير المهاية. بس انت هات لها عريس كويس ويكون مهندس، وانا اديله كل اللي هو عاوزه، حديهم من ورا ابوك. هي قلت ايه؟ واول ما اختك تتخطب هكتب لك العروسة اللي تعجبك. هي يا ابني ما ردتش علي قبل ما تمشي. سلام عليكم يا ماما، لو حد سأل علي انا في النادي. بقول لك ايه؟ يا نعم. ايه رايك اوصلك بالعربيه لحد بنها؟ لحد بنها؟ لا يا استاذ شريف، انا مش عايزك توصلني لاي حته تاني. انا عارف ليه. ليه؟ عشان زملاتك شافونا سوا امبارح مش كده؟ اتفضلي. ايه ده؟ علشان ايه ده؟ اكتبي لي عنوان بيتكم في النوته دي يا جلال. بيتنا؟ علشان ايه؟ عشان حاجي بكره اخطبك. تخطبني انا؟ لا 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 مش ممكن. يعني ايه تخطب؟ اخطبك يعني اخطبك يا اجلال، ولا مش فاضين بكره؟ لا احنا مش فاضين خالص، لا بكره ولا بعده ولا فاضين ابدا، ولا كمان هتيجي تخطبني خالص يا استاذ شريف. الله، ايه ده بجد يا اجلال؟ ايوه بجد، احنا بصراحه كده مجرد زملاء في العمل وبس، وبكتير قوي قوي نبقى اصحاب. بس ليه؟ الله، يعني في واحد غيري؟ ارجوك أرجوك يا أستاذ شريف. من غير رجاء يا جلال، ليه ما قلتليش من الأول؟ مفيش، أرجوك خلاص بقى، مفيش حاجة. مفيش إيه يا جلال؟ مفيش أي داعي نتكلم في الموضوع ده تاني. أيوة. الله، ليه شريف كده؟ ليه فرملت قوي كده؟ استريح، مش قادر أسفة شريف. أنا أسفة، أنا حنزل هنا. لا يا جلال هوصلك، احنا على الأقل أصدقاء، مع إني كنت فاهم غير كده خالص. أنا أصلي عن إذنك يا أستاذ شريف. يلا يا فاطمة امضغي على الكمبيالة دي كمان. ايه؟ كمبيالة ايه تاني يا حسنين؟ كمبيالة بتم العمارة اللي حبناها لك في المعادي. يعني انا هكتبها لاهلي من وراك يا حسنين؟ ده انا يا حسره لا عاد لي اهل ولا قرايب. هات هات يا حسنين، خدي حسن خطك يا وليه. طيب طولي الالف دي حبه كمان شويه. يعني انا عارفه الالف من كوز الذره، اديني برسمها وخلاص. ايوه ايوه كده، بس على شرط. ها تهدي اخلاقك مع شريف شويه. يا فاطمة ده رايح جايب لي مهندسين عاوزين يخربوا بيتي في الحديد والاسمنت. ما هم لهم حق يا حسنين، ما انت شايف العمارات اللي عمالة تقع كل يوم والتاني. يا ست انا حابني زي ما يعجبني، بس هو يبعد عني، عاوز ندي اصحابه خمس شقق ببلاش. ليه ما بلاش خلوات المرة دي يا حسنين؟ الله 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 الله، امال ابني لهم منين؟ رد عليا، اضيع شقايا وابني من لحم الحي؟ مالك سرحت في ايه؟ قلبي مش مطمن اليومين دول يا حسني. ايوه زي زمان لما كنت فاتح القهوه وعاوز اقفل من المغرب. قهوه حسنين؟ انت مش منبه عليا السنه دي ما نفتحهاش ابدا، احسن الولاد يسمعون. بلاش كلام اصحابي، انا كمان كذاب؟ انا ركبت القطر النهارده الصبح من غير ما تشوفني. من غير ما تشوفك حسام؟ انت واد، انت ما روحتش المدرسه النهارده؟ ما روحتش، وزي ما صحابي قالوا بالظبط
واحد مستنيها بعربيته في مدار رمسيس وركبت معاه الست هاني. حسام! نعم! ايه اسكت! ما تزعقش يا حبيبي، احسن اختك تكون لسه ما راحتش في النوم. اه هاني، انا مش جاي لنوم خالص يا ماما. كده يا حسام؟ وحياتك يا ماما تعملي لي قهوه علشان اذاكر كويس. ايه انت لسه هتسهري يا بنتي؟ حاضر. حسام، حقك عليا يا حسام، ولو اني انا اللي زعلانه منك. انت برضو اللي زعلانه يا ابله؟ ايوه حبيبي انا اللي زعلانه، لان كان لازم تقولي من اول ما اصحابك اتكلموا عليا علشان افهمك كل حاجه كويس. تفهميني؟ تفهميني ايه يا ابله؟ افهمك اللي بركب معاه العربيه ده يا حسام ها يبقى خطيبي. ها؟ خطيبك؟ خطيبك بجد؟ امتى؟ انا وهو حبيبي متفقين على كده. طب وما جاش يخطبك ليه؟ تحب اخليه يخطبني بكره؟ الله، ايه زعلت ليه يا حسام؟ اهو علشان كده انا مأجله الخطوبه. ما تخافش يا حبيبي، انا مش هسيبك ابدا الا لما تخلص تعليمك خالص. هو اسمه ايه يا ابله؟ اتفضلي يا بنتي. ميرسي يا ماما، ربنا يخليك. عاوزه حد منكم يلف معايا بكره في مصر. تاني يا ماما لسه هتلفي؟ حته اسمها المغربلين والموسكي، هم اللي فاضلين في مصر. يمكن الاقي الحرامي وارجع لكم فلوسكم، فلوس ابوكم يا بنتي. حاسب يا شريف، حاسب. انت مش شايف الاشاره حمراء؟ يعني بلاش الناس تعدي، يعني جايب له عربيه يموت بيها الناس. صفوت، مش معقول. انا اللي مش معقول ولا انت؟ تعال يا صفوت، تعال تعال اركب بسرعه. رايح فين؟ رايح المستشفى يا سيدي. مستشفى؟ مستشفى ايه؟ المستشفى اللي انا بشتغل فيه. الله، انت اتنقلت مصر خلاص؟ الدكتور صفوت صديقي، الانسه اجلال زميلتي. تشرفنا يا انسه اجلال. مرسي، فرصة سعيدة قوي يا دكتور. طب عن إذنك يا شريف أنزل أنا هنا. إيه أنتي رايحة الجامعة ولا إيه؟ إن شاء الله. شريف، أنا عندي محاضرة واحدة النهاردة. حاضر يا جلال، هوصل صفوت وارجع لك. طيب، مع السلامة. مع السلامة. إزيك يا شريف؟ إزيك أنت؟ أخبارك إيه؟ أنت قول لي الأول، أخبارك إيه؟ مين إجلال دي؟ واحدة زميلتي. طريقك ايه الاول؟ بس زميلتك وبس؟ ايه مستنيها تيجي تخطبك من ماما؟ وحياتك يا صفوت، بلاش الحكايه دي دلوقتي. يعني مش هتتجوزها؟ طيب بارك لنا بقى يا سيدي. ايه اتجوزت؟ اتجوزت ايه يا ابني؟ هو انا لاقي اوضه افتحها عياده حتى؟ امال انا بارك لك على ايه؟ خدت دبلومه في الامراض العصبيه. برافو يا صفوت، مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. على فكره انا اتخصصت في الامراض العصبيه عشانك مخصوص، اصل انا عارفك من ايام ثانوي، اقل حاجه تنرفزك، فذاكرت وانا في الصعيد وخدت الدبلومه. وقت ما تحب تعالى لي المستشفى اكشف عليك وعالجك ببلاش. والله يا بختك، ولا همك الدنيا. ايه عندك ازمه ماليه يعني ولا ايه؟ ولا بتحب؟ قول لي قبله، عربيتك دي ولا عربيتها؟ ها عربيتي. وزعلان؟ عربيه وزميله زي القمر وزعلان، ولا ما بتحبهاش؟ لو ما كنتش بتحبها اعمل لك كشف على القلب وعلى قاع العين. صفوت، انت ما حبيتش يا صفوت؟ معقول؟ حبيت طبعا. وليه ما اتجوزتهاش؟ هي مين يا ابني؟ انا حبيت المستشفى. يا بختك يا اخي. والدبلومة، ودلوقتي بحب في الماجستير ونفسي اتجوز الدكتوراه. لكن ما قلتليش جبت العربية دي منين؟ ما انت كنت غلبان زي حالاتنا يعني. مش احلى حاجة في الدنيا هي الفلوس يا صفوت. بس انت خريج هندسة، مالك ومال الفلسفة بقى؟ والله يا صفوت، لو الفلوس اللي في البنك كلها ملكك ما هتقدر تشتري بيها جرام واحد سعادة. طب يا سيدي خد السعادة اللي عندي كلها وجوزني وافتح لي عيادة. صفوت، ايه شروطك في العروسة؟ ولا حاجة، بنت ناس طيبين وهي كمان طيبة، بس عندها شقتين. يا شقتين؟ ده انت طماع قوي. ليه يا اخي؟ شقة سكن وشقة عيادة، بس هي فين؟ يعني عندك فلوس تأسس عيادة؟ لا دي بسيطة، أنا بحوش من مهيتي كل شهر 10 جنيه، يعني أبقى جاهز بالكتير قوي بعد 50 سنة.
بيسألك عن أصلنا وفصلنا ليه؟ وأنا طلعت مهندس ولا ضابط مباحث؟ حسنين بلسرت المباحث دي ما تسيبش ركبي. ركبك؟ يا فاطمة اللي حاصل؟ على رأي شريف لما يسألوني جبت الملك ده كله منين أقول لهم إيه؟ مين هم اللي حيسألوك يا ولية؟ الحكومة يا حسنين. شريف ابني وخايف علي. خايف عليكي ولا سمع حاجة يا فاطمة؟ ولا ما نعرف. لو احنا أولياء مش متفقين من زمان، اللي يسألك تقولي له عندي مكتب توريد ومخزن جملة وحوشت واشتريت يا حكومة، ولا انت فاكرة الحكومة مش عارفة ان التجارة بتكسب؟ عاوز ما تسقطش قلبي يا حسنين، انقل كل حاجة باسمك وريحني. ولما الديانة بتوع زمان يشموا خبر ويجوا يخربوا بيتي. وحد فيهم لسه عايش يا حسنين؟ ايوه يا فاطمة، مرات عبد السميع لسه ما ماتتش. انا مش راضي اقولك. مش راضي تقولي على ايه؟ لسه امبارح وانا راكب العربية انا وبنتك شفت مرات عبد السميع في ميدان السيدة. مرات عبد السميع اصغر مني يا حسنين، انما التانيين كانوا عواجيز. لكن لحد دلوقت ما ماتش منهم غير عبد السميع وصاحب مصنع الجزم. وانت عرفت منين بقى ان كانوا ماتوا ولا عايشين؟ اصلك فاكراني نايم على وداني. انا من يوم ما ضربت التفليسه وجينا على مصر وانا يوماتي بشتري التلات جرانين افليهم في المكتب. وبتفليهم ليه يا حسنين؟ بفلي صفحه الميتين بس. امال انا بشتري الجرانين ليه يا فاطمه؟ بشجع الكوره ولا ببعزق فلوس؟ إجلال إجلال اصحي بقى يا حبيبتي، اصحي عشان تلحقي القطر. مش قادرة مش قادرة يا ماما. معلش يا دناي من كتر السهر. ايه الدوشة اللي بره البيت دي؟ بره؟ مفيش حاجة، ده البط والفراخ يا إجلال. سكتيهم سكتيهم يا ماما، انا مش قادرة مش قادرة. لا إجلال مالك يا دناي؟ غصب عني كدبت عليك يا حسام، غصب عني. حسام؟ ايوه يا ماما، انا عماله اتخانق معاه وهو قاعد يتخانق معايا في الحلم ويقول لي شريف مش خطيبك يا ابله، شريف مش خطيبك يا ابله. حلم؟ وريني عينيك يا اجلال، انت يا كبدي ما نمتيش طول الليل. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. ايوه انا حسام. اهلا اهلا يا حسام. تعال تعال اقعد يا حبيبي. متشكر. ايه خير؟ اجلال بقى لها يومين غايبه ليه؟ هي مدياني جواب لحضرتك. تشرب ايه الاول يا حسام؟ لا متشكر، لازم ارجع بنها بسرعه. اتفضل الجواب اهو. ازاي؟ ايه ده؟ صح الكلام ده؟ صح يا ابي. مش معقول مش معقول. ليه يا حسام؟ لو سمحت مش عايزين يعني حد يزورها لحد ما تخف. حتى انا كمان. هي اللي قالت كده قبل ما تتعب. بس ده مش منطق. انت طبعا عارف ان اجلال مش مجرد موظفة هنا وبس. ارجوك انا مش عايز اي حاجة تزعل اختي مني. طبعا انا مش حاجة زورها، انا حاجة زورك انت برضو. قبل اجلال هتزعل. نبقى نصالح انا وانت يا حسام. عن اذنك هسلم الجواب عشان يحولوها للكوميسيون الطبي وننزل نسافر. اجلال اسندك يا ضناي عشان تاخدي الدواء. لا مش هاخد دواء تاني يا ماما. ليه بس يا بنتي؟ الدواء هديني خالص يا ماما. انا خلاص مش قادره اشيل دراعي. هجيب لك دكتور تاني يا حبيبتي. لا لا يا ماما مش عايزه حد، انا عايزه انام. تنامي تاني يا اجلال، ده انت بقالك 3 ايام نايمه يا حبيبتي. ماما حسام لسه ما رجعش من المدرسه. مدرسه ايه دلوقتي؟ انت مش ماضيه على الجواب؟ جواب؟ جواب ايه يا ماما؟ انت مش فاكره يا دنايا الجواب علشان يحولوكي على الكوميسيون الطبي. انا مضيت على الجواب؟ مش معقول. انا ايه اللي جرى لي يا ماما؟ خلاص يا دنايا ما تاخديش من الدواء ده تاني. يعني حسام راح مصر بالجواب؟ ايوه يا حبيبتي، بدرية بنت خالتك اللي كتبت الجواب ومضيتك انت عليه امبارح بالليل.
بدرية. الله، يعني بدرية كانت هنا بالليل؟ يا خبر، أنا مش فاكرة حاجة خالص، أنا مش فاكرة حاجة خالص. خلاص يا ميرفي، لما شطب عمارة المعاد يا حديكي شق. متشكرة قوي يا بابا، بس بشرط، مش أي عريس، ولازما يفرشها من أحسن محلات النابولي. طبعا يا بابا، هو أنا هجوز أي واحد؟ أنا عارف إنك عاقلة مش زي أخوكي. ليه يا بابا؟ هو شريف مش عاقل؟ قلبه مش عليا زيك، ولا بيشقى معايا زيك. اوعى يا ميرفت تسمعي كلام أخوكي وتقولي على عريس زي اللي فات ده كويس. إزاي بس يبقى عريس كويس وهو عايش على ماهيته في الغلا اللي إحنا فيه ده؟ إزاي؟ طب ولو ماهيتي على ماهيته يبقى وحش؟ ولا بعد ما اتجوز هترفدني يا بابا؟ وانا اضمن منين اللي يتجوزك هيسيبك تشتغلي معايا؟ هو انا معقول يا بابا اسيبك لوحدك؟ لو تسمعي كلامي وتوافقي على علي. علي مين؟ علي طبله؟ ماله علي طبله يا ميرفا؟ زبوننا وعارفينه، وبيتاجر في 200,000، وراكب عربيه خنزيره، وحسابه في البنك ما شاء الله، وبيبني جنبي 10 أدوار في المعاد. ماله علي طبله؟ عشانك منه طابلة اسمه مش عاجبك؟ انا يا بابا معايا دبلوم سكرتارية، ما تجوزش واحد بيبصم قدامي على الشيكات والكمبيالات. يا عبيطة، بقى الشهادات ولا الفلوس اللي تسند البني ادم في الزمان ده؟ انا يا بابا لا دايخة ولا عاوز حد يسندني. كفاية بقى العرسان اللي ضيعتهم مني. ما تزعقيش، العمال في المخزن يسمعونا. انا اللي بقول انك اعقل من اخوك يا ميرفت. يلا اكتبي لنا شيك ب20,000 عشان لما نروح نبقى نمض والدتك عليه. حاضر. عشان ايه 20,000 دول؟ عشان تشطيب العمارة. امال ايه؟ انا ادفع دم قلبي واخوك عاوز ياخد نص العمارة لاصحابه ببلاش؟ ببلاش ليه يا بابا؟ مش هيدفعوا ايجار؟ ايجار؟ الله الله على الايجار، اعمل ايه انا بالايجار؟ الله ميرفت، وانت كمان اتعديت من اخوكي ولا ايه؟ ايه يا ابي السرعه دي كلها؟ ما تخافش يا حسام، انا بسوق كويس. هي وبعدين؟ بس الدكتور قال لازم تفضل نايمه اسبوعين عشان عندها مبادئ انهيار عصبي. والدكتور قال كده قدامها؟ لا، هو قال لي انا في الشارع وانا بوصله. وتفتكر اجلال هتزعل لما تلاقيني جاي معاك؟ بيتهيألي كده. ليه يا حسام؟ عشان ما فيش ايه؟ يعني ما فيش استعداد في البيت. استعداد لايه؟ مش فاهم. لاحظ يا حسام انك بعد 5 سنين بس ممكن تبقى مهندس زميلي. يعني انا بكلم راجل، يعني ايه بالظبط استعداد؟ اصلي بيتنا على قد حاله. لكن بيت وله باب، ولا حد سرق الباب كمان؟ اصلي اللي مزعل ابله اجلال ان البيت ده زمان كان ملكنا، وكنا ساكنين في شقه منه في الدور التاني. بعدين لما بابا مات لقينا البيت مرهون، فبعناه وسبنا شقتنا وطلعنا على السطوح. طب ليه سبتوا شقتكم؟ اللي اشترى البيت كان عاوز الشقة، وادانا 500 جنيه زيادة. قولي يا حسام، بابا كان بيشتغل فين؟ بابا الأول كان مزارع وعنده 5 فدادين. وبعدين نظره تعب فباع نص الأرض واشترى البيت ده في بنها وساب الأرياف. البيت ده 8 شقق وإيجاره كان كويس جدا، ماما اللي بتحكي لنا. وبعدين بابا طبعا عشان نظره تعب ما كانش بيشتغل، بقى كل يوم يطلع يقعد على القهوة عشان يتسلى. طبعا صاحب القهوة ضحك على بابا، بيعه بقية الأرض اللي في الأرياف ورجع تاني خلاه رهن البيت. ليه ده كله؟ عشان يقلبوا القهوة محل خدوات وأحذية شركة بينهم. أكيد صاحب القهوة ده طلع نصاب. وبعدين اشتغل المحل وبقى فيه عمال وواحدة موظفة على الكيس. وبعدين شريك بابا طلع في دماغه إنه يسحب من محلات الجملة والمصانع بالكمبيالات لحد ما ملى المحل بضاعة من الأرض للسقف. فهمت، أكيد ضرب تفليسة. بالظبط، بس بعد ما باع البضاعة كلها بسرعة لم الفلوس وخبها. وما فتحش محل تاني في بنها؟ ياريت، كنا عرفنا ناخد حقنا. أمال بيشتغل في إيه؟ الله أعلم، هو اختفى من بنها فجأة. تصدق ماما بقالها 17 سنة تدور عليه في كل بلد شوية. قولي يا حسام، إزاي بيدوروا عليه؟ ازاي؟ اهو نقرا يوفة المحلات
نسأل التجار. غلط كده يا حسام غلط. امال يعني هنعمل ايه؟ انا هقول لك، انا اعرف اجيب لكم الراجل ده ازاي. ايه ده يا ماما الخبط ده؟ ما تخبطيش كده ليه كده بس؟ حرام عليكم حرام عليكم. الباب الباب يا ماما الباب. الله ليه بس كده يا ماما؟ ليه تخرجي وتسيبيني لوحدي؟ حرام عليكي. طيب طيب جايه جايه. شريف شريف انت جاي؟ انت عايز ايه؟ جاي ازورك يا جلال. اتفضل يا باشمهندس اتفضل. مش هتسلمي عليا يا جلال؟ ليه كده حرام عليكم ليه؟ مين اللي قالك تروح لمصر يا حسام؟ مين اللي قالك تروح لمصر؟ بس اقعدي يا أبلة اقعدي يا أبلة. ليه يا حسام كده؟ يا أبلة اهدي يا أبلة. اهدى ازاي؟ انا قلت لك كده يا حسام، انا قلت لك تروح لمصر. أبلة بدرية هي اللي قالت لي. مش احسن ما يرفضوكي؟ بدرية اللي كسر مسقة البط دي يا ولاد. مين؟ الله، مين اللي فتح الباب عليك يا إجلال؟ حضرتك مين؟ الأستاذ شريف يا ماما. أنا هروح أعمل القهوة. أهلا يا ضنايا أهلا. أتاري بانها منورة. أهلا يا طنط، إزاي حضرتك؟ إن شاء الله تسلم من كل وحش يا ضناي. اتفضل استريح. اتفضل يا باش مهندس. الحمد لله على سلامة إجلال. أنا يا طنط اللي كعبلت في مسقة البط وكسرتها غصب عني. فداك يا حبيبي، ألف مسقة فداك. إيه يا طنط، عندكوا ضيوف؟ تعال يا بدرية، محدش غريب، ده الباش مهندس شريف. أهلا وسهلا أستاذ شريف. أهلا أهلا يا مدام بدرية. طبعا عرفني، نورتنا يا باش مهندس. أمال فين إجلال؟ الساعة كم يا بدرية عشان أجيب لها الدواء؟ لسه بدري يا طنط، لما أروح أشوفها. حرام عليك حرام عليك يا بدرية، ليه تعملي كده؟ والله العظيم أنا كده مش هخف أبدا، أنا كده هموت هموت. صحيح. ليه يا بدرية تخليه يشوف بيتنا كده؟ ليه؟ قوليلي بقى، هو جاي يشوفك ولا جاي يشتري البيت؟ أنت ما أنتش فهماني خالص خالص. أنت ما شفتيش نظرات العطف اللي هي في عينيه عليا وعلى ماما وعلى السطوع. انتوا سايبين الجدع قاعد لوحده برا. معلش يا ماما، من فضلك روحي انت اقعدي معاه. ايه؟ ايوه خلاص مفيش فايده، اتفضلي روحي اساليه تاني على مسقه البط والفراخ. اتفضلوا بقى اشربوا القهوه مع الاستاذ شيرين. اجلال يلا يلا يا حبيبتي، الراجل يقول علينا ايه كده؟ حاضر حاضر، بس لو سمحتوا بقى سيبوني اقعد معاه لوحدي. خلاص يا حبيبتي، روح هات القهوه لبنت خالتك هنا يا حسام. تسمح تقولي انت ليه جيت وانا كده؟ مش فاهم كده يعني ايه. زي ما انت شايف عيانه وفقيره وضعيفه. لكن لكن ايه؟ انا يوم ما عرفتك ما كنتش متصور انك عايشه في قصر. من فضلك انا عاوزك انت يا اجلال. انا مش عايزه حد يعطف عليا. انا ما بعطفش عليك، اوعي تفتكريني من عائلة بشوات. انا ابويا لحد قريب جدا كان بيجيب لنا في الاسبوع نص كيلو لحم. لا انت بتكذب عليا. ايوه انت بتكذب عليا علشان ترفع من معنوياتي. يا اجلال انا مش بكذب عليكي، انا جاي النهارده عشان اخطبك. تخطبني يعني ايه؟ قلت لك انا مش عايزه حد يعطف عليا، فاهم؟ مش عايزه حد يعطف عليا. يعني انا للدرجه دي كنت فاهم غلط؟ فاهم ايه يا باشمهندس؟ انت كان المفروض ما تجيش هنا ابدا الا لما تقولي. اسف انا كنت فاهم ان احنا على الاقل اصدقاء. اصدقاء؟ افتكر الاصدقاء لازم يكونوا قريبين من بعض كده. يا اجلال يعني احنا كمان مش قريبين من بعض؟ ايه اللي جرى بس يا اجلال؟ حقك علي يا باشمهندس، اصلها بصراحه مش مصدقه انك بتحبها. انا يا جلال. انت ايه انت بدريا، انت تسكتي خالص، انت بتقولي له ايه؟ ايه بقى، هنفهم ولا مش هنفهم؟ حسام يا حبيبي. نعم. اوصل لحد عندنا قول لهم اني هتاخر شويه. ايه يا ابله بدريا، اسيب الاستاذ شريف وامشي؟ قول له يروح يا استاذ شريف.
اجي اوصلك بالعربيه. عربيه؟ لا لا عربيه ولا انجليزيه بقى. حاضر هروح. اصل انت بصراحه يا باش مهندس مش عارف ظروف اجلال. انا يا مدام بدريه عارف كل حاجه وعجباني. اذا كنت انا مش عاجبها امشي. ايه يا اجلال؟ ها يمشي حتى لو رفضتني يا مدام بدريه؟ فهي برضو زميله عزيزه وصديقه. اتكسفي بقى وتكلمي. اسكت انت. انا فعلا زعلان منها لانها بتحكي لي على كل حاجه. لكن لكن ما قلتلكش يا باش مهندس اننا غلابه وساكنين في اوضتين كحيانين على السطوح؟ وطبعا لو حضرتك يا باش مهندس مكاني اكيد كنت هتقول كده برضو. لا يا اجلال انت مش فاهمه الاستاذ شريف خالص. اسكت انت. مدام بدريه انا في واحد صاحبي تقدم لاختي من كام يوم ما عندوش فلوس يجيب لها شبكه. وطبعا طردتوه. نطرده ليه يا اجلال؟ بقولك صاحبي. استني يا اجلال. وبعدين يا باش مهندس هتقبلوه؟ هنقبله طبعا لانه انسان. صحيح ما عندوش فلوس لكن الانسان اهم من الفلوس يا اجلال، خصوصا لو كان انسان يتحب. تفتكري لو انا املك كل الذهب اللي في العالم وكل العلم اللي في الدنيا ممكن اشكل الذهب وطلع منه إنسانة زيك؟ أستاذ شريف أنا متأسفة بالنيابة عن بنت خالتي. تعالي هنا بدرية. أنت رايحة فين؟ عودي عودي. أنا يا أختي مالي ومال كلام الحب ده؟ أنا رايحة أساعد خالتي في المطبخ. ليه بس يا بابا؟ ليه بس يا بابا عملت فينا كده؟ إجلال يا حبيبتي إجلال مطعمتيش أرجوكي. أنا حسام حكالي عن الراجل اللي سرقكو، وبوعدك بوعدك يا إجلال إني حجيب الراجل ده من تحت الأرض وحرجع لكم فلوسكم. بعت واحد صاحبي يقول لهم إنك هتتأخري. الله يا فين أبلة بدرية؟ مع ماما جوه يا حسام. كده؟ طيب أستاذ شريف أنت معاك فلوس بقى ولا مفلس؟ حسام أنت بتقول إيه؟ إيه يا أبي؟ مش هننزل نشتري الشبكة؟ أنا موافق، بس مش لما جيب بابا يتفق مع اخو العروسه. استاذ شريف البابا والماما دول بعدين. ولد حسام ما يصحش كده حبيبي. العروسه هي اللي ما يصحش تتكلم واخوها قاعد. العروسه لازم تقعد ساكته ومكسوفه كمان. ولد صح يا ابي. صح صح طبعا يا استاذ حسام. استاذ حسام شايف العريس بيكلم نسيبه باحترام ازاي؟ وانت عريس انا تحت امرك. قبل ما تطلع بعربيتك من بنها لازم كل أصحاب يعرفوا إنك خطيب أختي إجلال. خلاص يا ماما لقيت العروسة. ألف مبروك يا شريف. وحلوة؟ تقول للقمر قوم يا جدع انت اختشي ما تقعدش مكاني. وعيلتها حلوة برضو؟ بس مش أغنية يعني على قدهم. عندي ليكي خبر أهم. خبر ايه يا شريف؟ واحد صاحبي دكتور جاي يتغدى معانا بكرة عشان يشوف مرت. صحيح يا شريف؟ يا ألف نهار أبيض. ودكتور ما بعرفش أزغرط يا ولاد لكن برضو هزغرط. وطلباته ايه يا حبيبي؟ ولا حاجة، عاوز يتجوز. ورأيك كده يعني ان ميرفت اختك هتعجبه؟ هي ميرفت وحشة يا ماما، انتوا اللي مبهدلينها في الشغل. خلاص يا ابني مش هخليها تروح الشغل من بكرة. امال ليه ما جبتش الدكتور ده من زمان يا شريف؟ اولا لانه كان في الصعيد، ثانيا ما كانش يعرف ان هي اخت عروسة، الاهم من كده بقى ما كانش يعرف اننا بقينا اغنياء. يعني هو كده يعني هيعوز ايه من ابوك؟ مفيش، شقتين في عمارة المعادي، واحدة سكن وواحدة عيال. وماله يا ابني؟ ايه رأيك بقى انا هكتب لك العمارة دي وهكتب لاختك وعريسها عمارة المعاد كده اهو. ده انت بقى ناوية تدخلي مع بابا مصارعة. ليه يا ابني؟ احنا هنفضل مكوشين على كل حاجة لامتى؟ ما هي حاجتكم يا حبيبي. اهم حاجة يا ماما ان العريس ما يحسش اننا بخلة. واحنا مش بخلة يا ابني. يا ماما بكرة وريلك ان كنا بخلة ولا مش بخلة. شفتي بقى ميرفت عندكم اهم مني ازاي؟ ليه يا شريف؟ ما هو انت نسيتي تسألي عن عروستي خالص. انا يا حبيبي؟ طب بس لما اختك تتخطب وبقى اشوف هعمل لك خطوبه شكلها ايه.
سكتين يا فاطمة ليه؟ بلاقيهم. بقولك ايه يا حسنين، مش ياخد اللي هم عايزينه واحنا عايشين احسن ولا بعد ما؟ بس يا وليه ما تكمليش. بس دكتور واهله صارفين عليه، مش نحمد ربنا؟ يا فاطمة الشقتين في المعاد النهاردة بكام؟ بمئة مليون جنيه. ما هي كل حاجة مسيرها ليهم يا حسنين، ولا هنفضل نعبي الفلوس معانا في الكفن كمان؟ اعوذ بالله يا شيخة، اعوذ بالله. انت ما فيش على لساني غير اللي طوعني. يا حسنين اعمل طيب وانت ما تخافش من الموت. يا ولية بطلي سرت الموت دي بقى. الله، انت جرالك ايه؟ ما كنت بتاكلي وتشربي وساكتة؟ كبرنا بقى يا حسنين، كبرنا. يعني اللي كبروا يا ولية يرموا فلوسهم في البحر ويموتهم؟ شفت بقى، اهي سرت الموت جت على لسانك غصب عنك اهي يا حسنين. يا لطيف، ما تخافش يا اخويا، اصله جاي جاي، واحنا كفاية علينا الظلم اللي ظلمناه للناس. يمكن ربنا يخلينا الواد والبنت اللي حلت. حد عارف البكري مات مني ليه؟ مش يمكن من دعاء الناس علينا؟ حاضر حاضر يا ام شريف، حاضر. هقوم الم الفلوس بتاعتي كلها وافرقها على الناس عشان تنبسط انت وولادك. طب ايه رايك بقى؟ انا مش مدي العريس بتاعكوا ده ولا شقه حسنين، وان ما حطش في ايدي ده هي 20,000 مهر و20,000 مؤخر، مش مجوزه مرفت يا ام شريف. ايه ده كله يا شريف؟ ها، انا هقدم الشبكه دي كلها؟ انا مالي يا دكتور، حماتك بتحبك وانا مجرد شيال. ده كده نبقى كلنا بنضحك على والدك يا شريف. لا 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 يا ابني، والدي ما عندوش حاجه، كل اللي عندنا ملك الماما. ولما اقدم الشبكه دي هدفع مهر كام؟ اي حاجه، اهي فلوس حماتك، هتجيبها لك بالدولاب وترجعها الدولاب تاني. هي دي الطريقه اللي هتخليني اعجب عم حسنين يعني؟ اعمل ايه في ابويا يا صفوت؟ هو كده. ومرفت عارفه اللي بيحصل ده يا شريف؟ ازاي يا صفوت؟ مش ممكن. هتفضل كام سنة ما تعرفش؟ لو عرفت يبقى انت اللي قلت لها. ايه؟ اقولك تقول لها امتى؟ بعد 5 سنين. اشمعنى يعني؟ عشان بعد 5 سنين هتبقى انت اغنى من ابويا. ايه؟ مش هتقوليلي بقى عزماني فين يا مرفت؟ في بيتنا يا دكتور. لكن احنا كده رايحين على المعادي. ما هو بيتنا اللي في المعادي، مش عاوز تتفرج على تشطيب الشقق؟ لا يا مرفت، جايز نلاقي بابا هناك. عمك حسنين النهارده بيستلم بضاعه من جمرك اسكندريه. على فكره يا صفوت، الشقتين لازم يكونوا قدام بعض. ليه يا مرفت؟ هما العيانين هيخطفوني ولا ايه؟ يقدر حد يخطفك مني؟ امال يعني؟ عشان كل نص ساعه اندع على الممرضه بتاعتك. لو سمحت يا مادموازيل ودي العصير ده للبيت. يا سيدي وانا بشتغل؟ ايوه، هو شرب العصير شغله؟ وانا كمان سبت الشغل مع بابا، يعني ما بقاش لي شغلة غير صفوت الدكتور. صفوت صفوت حبيبي. على فكرة أنا كل يوم بزعل أكتر من شريف أخوك يا مرفت. شريف؟ شريف اللي بيحبك موت يا صفوت؟ لو كان بيحبني صحيح كان عرفني بيكي من زمان يا روحي. ركن، كل ده يا شريف واسمه ركن. ركن حلوان ده يا إجلال كان استراحة الملك زمان. يا ابني الايه الركن ده كله وما كنتش بتعرف تكتب شعر؟ شريف، شايف يا حبيبي؟ شايف النيل واسع قد ايه والموج هادي ازاي وماشي بيوشوش بعضه؟ شريف، المنظر ده كله عارف زي ما يكون ايه؟ زي ما يكون ركن صغير في قلب حبيبي. ايه ده يا جلال؟ انت اللي كان لازم تكتبي شعر مش الملك. لا يا حبيبي، انا انا بدات اتعلم موسيقى. ايش معنى الموسيقى؟ علشان واحد صاحبي بيحبه. وعلشان كمان الموسيقى بتقول الشعر اللي ما يقدرش يقوله اي شاعر في العالم. تعرف يا شريف، انا عايزه اقول لك كلام ما قالتوش اي واحده لحبيبها قبل كده في الدنيا دي كلها. صفوة. مرسي يا دكتور، مرسي جدا. ألف مبروك يا عروسة. مرسي يا دكتور، عقبالك. يا ريت يسمع من بقك ربنا، ما عندكيش أخت تانية تجوزها لي. يا حلو المرايات، يا بنات يا بنات يا بنات، ريت نورح يا بنات.
شريف يا ماما. الآن كده ليه يا حبيبي؟ إجلال يا ماما، إجلال لسه ما وصلتش. تكونش هي دي اللي داخلة من باب النادي؟ لا يا ماما مش هي. طب قول لي يا ابني، هي حلوة زي دي كده؟ بذمتك دي حلوة برضو؟ عقبال الباشمهندس حسنين بيه. في حياتك يا معلم، اتفضل في الجنينه سيدي. عقبال المكان، شكرا يا حاج، اتفضل اتفضل. والله عملت الطيب يا حسنين بيه، النادي احسن من البيت. عروسه اللي جايه دي يا بابا. مساء الخير يا عمي، ألف مبروك. أهلا أهلا وسهلا. يلا بسرعة، ماما عايزة تشوفك. والله يلا. فين ماما وحسام؟ ده فرح الدكتور صفوت. أيوة يا ست اتفضلي. هو هو يا حسام. يا حسام حسنين، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا يا ماما. إيه اللي بتعملي ده يا ماما؟ طب تعالي برا، تعالي برا. ولا خطوه يعني انت اللي لقيت. بس تعالي بعيد عن الناس. ايه عيب كده يا عايده، احنا في فرح. انا مالي ومال الفرح يا حرامي. يا حرامي الله. هو ده يا ماما؟ ايوه. طب سيبهولي بقى، تعالى يا راجل. يا ربي عيب يا ولاد اختشي. طب بس تعالي تعالي معايا، سيب الرقبه. ان شاء الله يا رب تطلع روحك في ايدي، ما تشدنيش بقول لك. وكمان بيتشد ده. يا بتني ودراعي يا ولد. يا شريف شريف، انت بتنده لشريف؟ لاني حصلته عليك علشان يخلص عليك خالص. عارف لو شديت دراعك ده تاني هكسرهولك. تعالى يا شريف يا ابن الحادي. ايه يا حسام، في ايه؟ ايه يا طنط؟ الراجل ده يعرفك منين يا بيه؟ هاتلي اجلال يا باشمهندس، الهي ربنا يخليك. اقول لك هاتلي عسكري، هاتلي ظابط، هاتلي شاويش. انت هتسيب رقبتي ولا لا؟ شريف كتف كتفه معانا يا شريف. انت بتشد ماما تاني ابي شريف؟ انت تعرف الراجل ده؟ والله ما سيبه غير في النيابة، داني ما صدقت اعترت فيه. ايه يا ماما؟ ماما مالك يا ماما بتزعق كتير؟ في ايه يا شريف؟ مش معقول مش معقول، مستحيل. إجلال حسام يلا نطلع برا النادي. لا ماما، لا ليه يا ماما؟ ابدا لا يا اخويا، برا النادي ضلمه، يجري مني يجري مني. مين يا ماما؟ إجلال تعالي، خلصني منهم يا شريف يا ابني. يعني انا مش طالعه برا الا معايا العسكري. عسكري عسكري علشان ايه يا ماما؟ الله، شريف شريف رد عليا، انت مالك؟ قولي الاول يا شريف، مين اللي عزم الراجل ده في فرح اختك؟ عشان خاطري، عشان خاطري يا طنط. تعالي برا، ما تزعيش، الراجل اللي انتوا ماسكينه ده يبقى بابا. حاضر، هديلها فلوسها على دير المليم. مش فلوسها وبس. امال ده فلوسي كمان يا شريف؟ فلوسها واللي كسبته فلوسها في 17 سنة. انت جرالك حاجة يا ابني؟ هي فلوسها كانت بتولد عندي. على الاقل الفلوس الحرام تخف من عندنا شوية. لا يا شريف لا، ده مش اسمه كلام. ولا انت جايبني المكتب هنا عشان نفضل خزنة في حجر عايدة؟ وان ما كفتش الفلوس اللي في الخزنة هنكتب لها شيكات بالباقي. انت يا ابني عدوي، ولا عشان هتتجوز بنتها تقوموا تخربوا بيتي. انا هتجوز بنتها؟ ما خلاص كل حاجة اتعرفت. الله، هم اللي عاوز تدوم فلوسنا ليه؟ احسن ما ياخدوها في المحكمة وميرفت وعريسها يعرفوا وتبقى فضيحة. مالكش دعوة انت، ما حدش هيعرف. انا يا ابني حد الولية دي فلوس خلاص، بس بنقسط. قسط قسط ايه يا بابا؟ يا ابني الفلوس اللي في الخزنة دي هدفعها الصبح في الجمرك، ولسه عمارة المعادي يا شريف، ولسه عمارة المعادي يا شريف، عاوز اكون فلوس. ارجوك يا بابا ارجوك، افتح الخزنة احسن ما افتيها. ما خلاص يا باش مهندس، ادي احنا خدنا حقنا وزيادة، ايه اللي مزعلك بقى؟ ايه بس يا بيه؟ ها هتيجي تزورنا في بنها ولا لا؟ ما يجيش ازاي يا حسام؟ الله، ما تتكلم يا اجلال. كل اللي بطلبه منكم يا طنط حاجة واحدة بس، ان ميرفت وعريسها ما يعرفوش اللي حصل. انت يا طنط انسانة عظيمة ومتشكر جدا. اصل انا خلاص. انت يا ابني مزعل نفسك قوي كده ليه؟
ده انت عندي في غلاوة حسام ابني بالظبط. ها وايه تاني يا شريف؟ بس يا انسة جلال، انا اسف جدا يا حسام. على ايه بس يا ابي؟ الله، انت مش بتقول ان احنا اصحاب؟ انا شخصيا هقول لهم انك مجرد زميلة في الشغل، وعزمتك تحضري خطوبة اختي وبس. وش معنى انا الوحيدة في الادارة اللي تعزمت؟ تسمح تقولي ليه؟ انا اصلي خلاص كفاية قوي كده. يعني ايه يا شريف؟ انت بترفضني يا حبيبي؟ برفضك؟ انت اللي لازم ترفضيني. لا، لازم ترفضيني قدام كل الناس يا جلال. لا، لانك لازم ترفضيني. بجد عجبك العربية دي يا صفوت؟ يا سلام، هايلة يا ميرفت. ابارك لك تانيا. انا اللي ابارك لك. على ايه؟ انا عربيتي في الجراج. جراج؟ انت بتقولي ايه؟ انت عمرك جبت لي هدية وانا رفضتها؟ ازاي ده؟ خد. ايه ده؟ عقد العربية بتاعتك اهو يا حبيبي. للدرجة دي؟ ايه ده، مش معقول. طب وبعدين يعني؟ اصل ماما ادتني شيك على بياض هدية. ايه؟ فقلت اشتري كل اللي احنا عايزينه قبل ما الحاجة تغلى، وادي بقية الفلوس في التابلو. ايه ده كله يا ميرفت؟ ايه يا حبيبي، هنروح دلوقتي نشتري كل لوازم العيادة. ها؟ بس على شرط نشيلها في بيتكم علشان ما عندناش واسع. زعلت ليه يا صفوت؟ مش العيادة هتبقى بتاعتي يا صفوت؟ يبقى انت ما بتحبنيش قد ما بحب. انا؟ ده انت لو افقر بنت في مصر كلها ما اقدرش استغنى عنك. يا خسارة العمارة اللي بقت كوم تراب، يا خسارة. الله، انت قريت الخبر كله؟ ده ابو شريف بيه. شريف بيه؟ شريف بيه بتاعنا؟ وريني كده اهو عمارته اللي في المعادي. لا حول ولا قوة الا بالله، مسكين. هو اللي مسكين ولا احنا اللي مساكين يا حضرة البشكاتب؟ لقد انهارت العمارة بين قوسين، 12 دور فجر امن. طب الحمد لله ان السكان ما كانوش لسه سكنوا يا سيدي. الحمد لله، دي كانت بقت مصيبة. بتفتيش مكتب الملك يا نهار ابيض. ايه في ايه تاني؟ وعثر على اكثر من 1,000,000 جنيه عملات اجنبية. فضل يا سيدي فضل. شفت العمارات بتتبني ازاي؟ وقد فرضت الحراس على المالك والقي القبض عليه مع 2 من المهندسين. ولسه بقى باقي السكان عاوزين الخلوات اللي دفعوها، وطبعا مصلحة الضرائب هتكبس عليه. الله، طب وشريف بيه هيصرف على العربية والفسح منين؟ ارجوك يا جلال، انا ما بروحش الشغل وقاعد في البيت عشان ابعد عن العالم. طيب ابعد عن العالم زي ما انت عايز، بس انا كمان ما بتردش. طب يا سيدي، على فكرة ماما وحسام متشوقين لك قوي يا شريف. متشكر قوي انك جاية تعزيني. اعزيك ليه؟ كفل الشر، هو بابا جراله حاجة يا شريف؟ لا ابدا، بابا كويس قوي في السجن. امال عزيك في مين يا حبيبي؟ شريف ايه اللي حصل؟ حتى انتي ما بقيتيش بتفهميني. انا تعزيني فيا انا يا جلال؟ الفرق بيني وبين اللي مات. انا مش معاك. لا يا شريف، انت موجود يا حبيبي، وعلشان انت موجود انا محتاجه لك. محتاجه لي انا؟ مش معقول. انا؟ ايوه يا حبيبي، احنا انتهينا خلاص، ما عادش عندنا فلوس. في 60 داهية كل الفلوس اللي في العالم، ولسه هبيع العربية عشان اجيب محامي. احسن حاجة عملها بابا في حياته انه طلع ماما من القضية. شريف القهوة يا حبيبي. اجلال. ايوه يا طنط. خليكوا قاعدين هنا في الفرندا يا حبيبتي عبال ما الضيوف اللي جوه يمشوا. حاضر. على فكرة انا حاجي اساعد حضرتك. لا يا حبيبتي، كتر الف خير. شريف، علشان خاطري ما تبيعش العربية. عاوزة تشتريها يا إجلال؟ مش معقول يا شريف اللي انت بتقوله ده، حرام عليك يا أخي تتعبني أكتر من كده. طب أنا عايز فلوس للمحامي، هتسلفيني؟ مش ممكن، لأني ما أقدرش أسدد. إجلال أرجوكي ما تعطفيش علي. طب ليه كنت بتوهمني إنك بتحبني؟ أنا بحبك فعلا. أنا لا
لا يا شريف، انت ما كنتش بتحبني، انت كنت بتعطف على بنت غلبانة ما كملتش تعلمها، كنت بتعطف على بنت غلبانة بتروح الجامعة ماشية علشان توفر شيلن تجيب بيه ساندويتش. كذب كذب. لا انا كنت بحب. لا ما كنتش بتحبني. كنت يا شريف، انت بتقول كنت وكرهتني. كرهتني دلوقتي لما بقى عندي فلوس؟ اتفضل اتفضل، تعالى معايا، تعالى خد كل الفلوس اللي عندي. ازاي يا جلال؟ دي فلوسكو واحنا كنا سارقينها. شريف، فاكر كلامك يا حبيبي. تفتكري يا جلال لو انا املك كل الذهب اللي في العالم وكل العلم اللي في الدنيا، يا ترى ممكن اشكل الذهب ده واطلع منه انسانة زيك؟ فاكر؟ مش ده كلامك يا شريف؟ رد عليا حبيبي. انا كمان ما اقدرش اعمل بالفلوس دي شريف تاني واحبه زي ما بحبك. انا في دوامه يا كلال، وماما وميرفت وصفوه تعرف كل حاجه. كابوس كابوس. طيب ممكن علشان خاطري تقوم توصلني؟ هوصلك فين يا كلال؟ توصلني بنها. ارجوكي انا تعبان، ما تعطفيش عليا تاني. يبقى لازم اقولك على الحقيقه بقى يا شريف. عارف يا حبيبي، حسام اخويا تعبان خالص يا شريف. هايله مامتك دي يا جلال. ميرسي يا حبيبي. عظيمه، متشكره قوي. الله شريف، انت ليه بتبص فوق قوي كده؟ شوف السحاب مالي السما كلها ازاي. بصي بصي السحابة السودة دي، شكل وحش مجنون طالع يجري في الغابة. وشوفي شوفي السحابة البيضة اللي قدام، شكل غزالة مسكينة بتترعش من الخوف. الله شريف، ما تخافش يا سيدي على الغزالة. مبسوط اهو الريح قطع الوحش نصين علشان خاطرك. الحمد لله. الحمد لله. يا إجلال، انا كل ما اجي عندك وانسى نفسي واقعد احلم كده ليه؟ ما احنا لازم نحلم يا حبيبي، لازم لازم نحلم ان الريح هتاخد السحاب وتمشي، ولازم نحلم كمان ان كل مرة الريح بتشيل السحاب وتمشي. لو تمشي. لو ما كنتش عرفتك كان يا ترى قراري. انا بحبك بحبك قوي يا كلام. والله لكن انا عمري ما حبيتك يا حبيبي. كنتم مع رحيل السحاب، سهير المرشدي، عادل هاشم، احسان الالعاوي، ابراهيم الشامي، ناهد سمير، عايدة الشريف، سمير وحيد، شفيقة عثمان، صلاح عفيفي، سمير التميمي، محمود جليفون، وعبد الحكيم محمد. الهندسة الصوتية مصطفى عبد الحليم. ساعد في الإخراج عادل شحاتة. رحيل السحاب خماسية من تأليف سوريال عبد الملك، وإخراج مصطفى أبو حطب.